ردا على الدراسة اللي تقول ان المغربيات اجمل النساء العربيات والمصريات بالترتيب الاخير والسعوديات برا الحسبة طبعا والنعم بالمغرب العربي وباقي الدول. الدراسة هذه لها تفسير واحد ذو شقي، يا ان اللي مسوي الدراسة هذه مطيح لكيري ميري على المغرب رايح راد، او ان دعاية لجلب السياح. يعني اذا كان المغرب بالمرتبة الاولى بالجمال ومصر بالمرتبة الاخيرة، ليش اعلى نسبة عنوسة بالمغرب واعلى نسبة زواج بمصر؟ واذا كانت السعودية برا الحسبة، ليش حلم كل عربي انه يتزوج سعودية؟ عمي هذه دراستك هذه، انت روح شوف وجه دينا بطمة وهديك الساعة تعال ناقشني بالدراسة. عقص ايدي اذا ما تكنسل ام الدراسة هذه.